الحل الفلاني وما لقاش الحاجه الفلانيه. فانا ذكر اسمي تقدر المشكله فيه فاش ولا يخدم معي فهنا راح يهدى يعني على المشاغب. الكلام عن المشاغب هذه مجموعه من الطرق اللي نشوفها انها فعلا فعاله من تباهى معها. شكرا. احنا جروب رقم واحد هنا قرب الشباب حاضر موجوده وسلبي في وجهة النظر يعني اين انت. الورشة كانت في يومين 22 و 23 مارس. الورشة قامت بها طبعا شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية. هذه الشبكة ضمت عديد من المنظمات الخيرية، المنظمات مؤسسات المجتمع المدني. الغرض منها أنها مراقبة العملية الانتخابية لمجالس البلدية. طبعا هي الدورة الأولى استهدفت الحالية مستهدفة 9 بلديات. 9 بلديات حنقوم بمراقبتهم ومراقبة العملية الانتخابية فيها. بالنسبة لي الورشة مستهدفة إعداد المدرب وإعداد المنسق. اليوم الأول كان إعداد المراقب أو كيف عملية إعدااد المراقب، واللي شملت عديد من الملاحظات وعديد من النقاط. بالنسبة لي اليوم كان، واليوم الختامي هو يوم إعداد المدرب اللي حيقوم بتدريب المراقبين. شخصيته كيف تكون؟ كلهم هذه 6 دولار. طبعا اليوم موجودين في اليوم الثاني للدورة التدريبية لتدريب المراقبين في مدينة طرابلس من إشراف شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية. دورة تدريبية طبعا هدفها تدريب مدربين لتدريب المراقبين. كيف ما نعرف ان احنا عندنا انتخابات جاية، انتخابات مجالس بلدية في مجموعة من بلديات ليبيا، فنحاول ان احنا ندربوا المراقبين يساهموا في انجاح العملية الانتخابية بافضل صورة ممكنة. طبعا المدربين يختلفوا من فئة الشباب وفئة كبار السن، فالعملية جد ممتازة ان احنا نشوفوا الفئات مختلفة عمرية تساهم في انجاح انتخابات بلدية وفي انجاح العملية الديمقراطية. والاعتراضات في اي مشكلة اي حاجة للمدرب او لصاحبه او للمشرفين دي مركز. تمام. في شيء ثاني ان احنا نبي نفهم منك انه هو المشاغب مش نوع واحد. هذا انا امدح حتى هذا كلام شخصي. انا حكيم، انا فوق.